شو خواجة نبيل؟ هاي خلصت الحلقة 17 كلها وما شفنا وشك البشوش فيها. يا ستي كلامك مزبوط، مع انه المخرج كان واعدني انه بهاي الحلقة لازم اطلع. ولك تطلع على قبري لارتاح منك، صار لك على هالحالة 10 سنين، ما حلك تقتنع انه تلاقي لك شغلة تانية غير التمثيل؟ إيه لا، ما حزرتي بنوب وحياتك، انت بس استني علي شوي، إلا اخذ فرصتي. ولك انا فرصة هاي؟ لعيت لي قلبي، ولك شو بدك أكتر من هيك؟ البيت اللي حيلتنا بعناه، عفشنا بعناه، ذهباتي بعتن، لو ما أهلي ستروا علينا بهالشقفة البيت كنا صفينا بالشارع، بس يفهم شو عم تستنى؟ عم استنى فرصة. فرصة شو؟ يا بنت الحلال، أنت لازم توقفي معي، يعني أنا ما بكفيني هدول الخريجين تبع المعهد، قطعولنا رزقنا. وشلون قطعوا رزقكم؟ كل عمل شو؟ قال السادة المخرجين ما بدهم غير خريجين، ونحن أصحاب الخبرة الغنية، إن شاء الله 60 عمرنا ما نشتغل. اسمع مني وخليني أحكي مع أبي، شغلك معه بالمستودع وبيعطيك راتب مرتب. الله أكبر على الحكي، قال راتب ومستودع وحكي فاضي، ولك أنا فنان، فنان، تعرفي شو يعني فنان؟ طبعا، أنا اللي بعرف. وشو يعني فنان؟ يا حرمنا المصوم. يعني واحد قايس حاله بالخيط، وكل ليلة بيتخانق مع مرته، وما في فرنك بجيبته، هذا هو الفنان. إيه بس، خلاص سكري على الباقي، هذا الفيلم بعرفه، تفضلي، تفضلي ساوي لك فنجان قهوة. من جمعة خالص البنت. وليش ما حكيتي ست الحسن؟ حكيت بس حضرتك ضارب طناش. يا ستي ما عاد بدي فنجان قهوة، اتفضلي قومي ساوي لك كاسة شاي. ما في غير بابونج، ممغوص ساوي لك كاسة؟ لا، ما بدي بابونج، رح اخذ كرمالك حقنة بابونج ونام، بخاطرك. لكي بعدت له حمى حظي، ما لقيت حب غير ممثل، لك لقوا شو؟ كومبارس. أرجيني أشوف. إيه حبيبي، هلأ بتاخده وبتروح على مسلسل شفير الهاوية، قريب التصوير، ليكو اللوكيشن بالنبك جنب بيع الهريسة. يلا حباتي يلا. وانتو انت واختك بتروح على مسلسل الجوارب. كان فوزي اسمه الجوارب. لك حبيبي الجوارح صار له 5 سنين معروض، هذا نفس القصة اسمه الجوارب. يلا حباتي اللوكيشن تركيا. يلا حباتي اوامر، قدوا دوبكم تلحقوه. ايه انتو الثلاثة طاولة هون، هلا بتروح على مسلسل للنساء فقط. طالما للنساء فقط شو باخذني انا؟ يا حبيبي هنيك بيركبوا لك باروكة، ارقد لشوف. الله سرعة، ايش؟ تعال شوف انت وياها. انتو لوين؟ اي مسلسل انتو؟ اي مسلسل؟ ايه تذكرت مسلسل، لك شو اسم المسلسل يا ربي؟ تاريخي العمل؟ كانه تاريخي. طيب شو اسم المخرج؟ والله ما لي متذكرة. بدي إيلون تليفون. لك ما معي رقمون. يمكن مسلسل تاريخي وناقصهم خيل. نحنا خيول؟ لك حبيبي ناقصهم ناس تركب على الخيل. يا لطيف. مسلسل هذا المسلسل. يلا روحوا الحي يلا مسلسل. حي يلا مسلسل؟ ايه حي يلا مسلسل. فوتوا بتلاقوا مدير الانتاج، قلوا لهم بعتتني يا فوزي وانا مدبروا لكم كم مشهد يلا. وبركي قلعونا؟ لك يا حبيبي ما رح يقلعوك، هن عارفانين شو عم صوروا او شو عم يساووا. طيب وين نروح هلا؟ لك روحي وين ما بدك، خلصيني بس لا تشوفي المسلسل عم يتصور، عم يعدوا 5 4 3 2 بحشي وفوتي. لك يا مساب مساب. نعم استاذ. نعم. لك شو صار معنا؟ طول بالك استاذ، باسم الله 10 ثواني بنبلش. لك انا 10 ثواني راح النهار ولسه قدامي 10 مشاهد. يا انت بتخلص يا استاذ؟ طول بالك ما ينفع معك القلب انتهت طول. لك اي والله لا تجيبوا لي شنطه، لك بيتي بعته والسياره بعتها، ما تركت شيء عندي لحتى ادش على المسلسل، يعني ما عاد تجي كنت هاي الا وابصص على منتهي. يا استاذ طول بالك، عد هدي اعصابك ولا يهمك. ماشي الحال، ابعثوا لي قهوه. جيبوا له قهوه للاستاذ. يا جماعه لو سمحتوا بس نقول 2 بتبلش الخناقه من عند الاستاذ ماجد. رجاء اخوي ما بدي اشوف حدا عم يطلع بالكاميرا ولا حدا بيضحكها عشان ما نضطر نعيد. جاهز استاذ ايمن؟ جاهز. جاهز استاذ ماجد؟ جاهزين يا جماعه؟ اهلين لك يا اخي، تركنا بامن. هلا يلا جاهز. جاهز. 5 5 4 يا استاذ. عفوا يا استاذ. يا استاذ يا منتج يا حبيبي. لا تشوفي. شو تشوفي يا استاذ؟ رح نبلش نحن. شو انت عم تضحك؟ ما بصير هالكلام استاذ. يلا يلا نعطيه 5 5. لك انا بقول 5. عفوا استاذ. 4. لحظه قولي 5 5 5 4.
ثلاثة كيو. ايه بضربها وبحسب الله مع خلقها. خود. شو هالمسخرة؟ شو هالمسخرة هاي؟ لك يا ابني هاد مو كف، هاي اسمها مسخرة. بتضربه كف من قلبك ومن جوا تفتله فتل. لك هذا الزلمة نصر عليه 2 مليون ليرة مو مسخرة. يا أستاذ، هو الأستاذ أيمن قال لي إنه أضربه على الخفيف وما أقوي للضرب. حلو، وليش مرضيت يا أستاذ أيمن؟ عفوا أستاذ، أنا بطل المسلسل، مو معقول آكل قتلي من واحد كومبارس. إيه بس الدور بده هيك يا أستاذ أيمن، وأنت قريت السيناريو قبل ما توقع العقد. أنا نجم المسلسل مو الدور. أنا بعتذر عن هذا العمل وراح رجع لكم السلفي، ما في مشكلة. لك هيك بهالسهولة يا أيمن؟ أنت بدك تخرب لي بيتي؟ لك عطت دم قلبي أنا بالإنتاج مصور صرت معي 200 مشهد. أستاذ هيثم، قتلي ما باكل، هذا آخر كلام عندي. حلو، هو الحل. جيبوا لكم دوبلير. إيش معنى كل نجوم السينما بالعالم إلى دوبلير؟ إيش معنى أنا ما إلي دوبلير؟ شو رأيك جيب لك ستيلفستر ستيلفستر؟ جيب أورلوند إذا بدك. مور أستاذ. أنت شو اسمك؟ نبيل أستاذ. ما أنت اللي قلت لي مرة إنه بدك فرصة شغل؟ نعم أستاذ. يا نبيل. مور أستاذ. للفنان يا نبيل بتجي الفرصة مرة واحدة، وهي أنت إجتك الفرصة هلا، وما حدا سمع لك. شو بتأمرني؟ أنا جاهز أستاذ. بس الفن بده تضحية يا نبيل، أنا مولدة مخرج، أنا كنت أشتغل دهان بالتلفزيون، مات المخرج قمت كفيت المسلسل محله. وأنا جاهز، شو بتأمرني؟ جاهز أستاذ. بدي إياك يا نبيل تأكل أكل مرتبة. أستاذ ما عندي مشكلة، يقتلوني، يناطحوني، يبوسوني، يفعصوني برجليهم، ما عندي مشكلة أستاذ، دخيلك المهم بس آخذ فرصة أستاذ، الله يوفقك. برافو عليك، إنتاج إخراج تعالوا شوف. إنتاج! إخراج! رح نشارتك أستاذ أمور. بتعدوا للأستاذ نبيل بتشلحوا أواعي لأيمن وبتلبسوا إياهم ولعند المكير بوشكم، يلا تحركوا. حاضر أستاذي. تفضل. ملوا لي قهوة وأعطوني خمسة. شرف. تفضل. خمسة. راح يدبر له ولو شي مشهد. دخله وقديش بيعطوه على المشهد؟ إذا كان صامت 500 ليرة، وإذا حكى له كلمة كلمتين بياخد له 1000 ليرة. بيني وبينك أنا عندي 3 تلفزيونات، وكل تلفزيون حاططه على محطة، وما في ولا مسلسل بغيب عن عيني، بس ما شفته ولا مرة لجوزك. وأنا ما شفته، بس في المسلسل الماضي اللي عرضوه اللي اسمه الشهيد كان مشارك فيه. تابعته كله للمسلسل، ما شفته لجوزك. وأنا تابعته وما شفته. قلت له جوزي حبيبي وينك؟ معناك مبين. قال لي هلأ المسلسل بتدور أحداثه كله عن شهيد مات من زمان. قلت له إيه؟ قال لي وأنا هو هذا الشهيد. لك يبعت له حمى، يبعت له حمى حظي. إذا بدنا نضل ورا التمثيل رح نشحد الخبز اليابس. لا الحمد لله، أنا عايش بنعمة كبيرة، كل شيء أكتره الحمد لله. دخلك شو عم يشتغل جوزك بهالأيام؟ جوزي ارفعي شوفي، جوزي عتال برادات على سن ورمح. عتال؟ ايه عتال. شو بك عم تقوليها وانتي قرفانه؟ مو عتال عادي، عتال برادات. ايه خلاص يعني عتال. عتال اختصاص برادات. يو ليش هلا العتاله صار فيها اختصاص كمان؟ طبعا مثل الطب، عتال جراحه عامه، قصدي الشغلات العامة. في اختصاص صناديق حديد، واختصاص برادات، واختصاص ابنية بلوك وشمينته ورمل، يعني قصدي مثل اذن انف حنجرة. وقديش بيطالع؟ بدك تقول يعني 2003 بالشهر؟ بالشهر. بالنهار اذا وصل برادين بيقبض 2000، واذا 3 بيقبض 3000، احيانا بيقبض بنهار 4000، واذا كان البيت عالي بتزيد اجرته. 3000 باليوم يعني بثلاثه 90000 الشهر ما عدا الاوفر تايم. وشو هذا الاوفر تايم؟ لما بيوصل براد لجماعه بيقوموا مشان يخلصوا من برادهم القديم بيقولوا له خده، بيقوم جوزي بياخده وبينزل فيه على سوق الحرميه بيطلع له 2003. قولي على حظي، يبعت له حمى حظي. قال تمثيل. قال شو منبلش استاذ مشهد؟ لا شو منبلش مشهد؟ شو يا عبقرية، يعني خذني لشوف اول جملتين على عمي. نعم. والخمس جمل هدول ثلاثة منه خذهم كلوزات، ووحدة ريفيلس، ووحدة خذها مثل ما بدك، جملتين اخيرتين على عمي. شو كيمياء؟ امرك استاذ. انتبهوا لي منيح الله يرضى عليكم، هذا المشهد ما بينعاد، بدي اياها تكون قتلة مرتبة، ينحكى فيها على مستوى الدراما السورية، لا مش سورية، حتى على مستوى الدراما العربية. ماجد
انت اول ما بتبلش بجملتك بيقوم نبيل لمجرد يرد عليك الجمله تبعه بتبلش في قتل. اول الكل بتقتله على الخفيف وكل سامحك، كل ما بيضربك على امتك بتقول له الله يسامحك. حاضر سامح. كاميرا خمسه. لك يا ابني 100 مره فهمك انا الخمسه من عندي يا اخي. اعطيهم خمسه. خمسه الله. اربعه ثلاثه اثنين. اذا ما بترجع لي المصاري ما بتعرف شو بيصير فيك. يا اللي بيطلع بايدك يطلع برجلك حبيبي. خذ لك الله يسامحك. الله يسامحك. بس بستاهل يعني. والفرصة بتستاهل كمان. بسيطة بسيطة يعني دور حياتي هذا يا دكتور. اخ اخ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اخ 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 يا عمي دخيلك. اخ اخ الله يسلم ديارك يا دكتور. ان شاء الله معافى. الله يعافي قلبك. يا اهلين. ولي هلا هدول كلهم بدي اخذهم دكتور؟ طبعا وخصوصي الدواء الاخير، هدول تحاميل مشان تستعيد نشاطك. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. مرني دكتور. مو محرزه 500 ليره. تفضل دكتور. سلم اليدين شرف. ان شاء الله معافى. يسلم هديات. سلام. الله يعطيك العافيه. اهلين اهلين. دخيلك يا بنت الحلال. الله وكيلك ما في قرنة ما عم توجعني. لك الله يلعن التمثيل، 100 مرة قلت لك لاقي لك غير هالشغلة. هلا عم تحكي. استني علي لينعرض المسلسل ورح تشوفي بكرة كل المشاهدين والمخرجين رح يقولوا هذا الممثل اللي آكل هالقتلة ممثل عن جد. اتصوري اليوم كان عم يزورنا مخرج بالتصوير، عنده مسلسل تاريخي وعنده دور إلي، قال رح يعطيني اياه. وشو رح يعطيك؟ دور خيم؟ عم تتمألسي؟ عم قل لك كنت عم استنى فرصة وهي اجت على رجليها. لك انو فرصة؟ انت مجنون؟ حافظي على كلامك. ها مو انت قلت لي انك نزلت بدل الاستاذ ايمن؟ مبلا. ولبست اوعي وعملت شعراتك مثله؟ مبلا. معناها المشاهدين رح يفكروا انه اللي اكل القتلة هو ايمن مو انت، مزبوط؟ مزبوط. اي نعيما حبيبي، يعني حضرتك ما استفدت غير هالألف ليرة، 500 راحت للدكتور و700 حق دواء، يعني طلعنا مكسورين ب200. بس أنا يلي أكلت القتلة، مو الأستاذ أيمن. ولك بعرف، بس شو بدك تساوي؟ بدك تدور على بيوت المشاهدين بيت بيت وتقلن أنا اللي عم باكل القتلة مو أيمن؟ والله مزبوط، لعبة شلون ما اجت هي ببالي؟ لأنك مجنون ومصيف وما بتفهم. 100 مرة قلت لك طالما لاحق التمثيل رح نصفى قفى العالم. انبرى لساني وأنا عم بلعي وبرجع بقلك، يا بتلاقي شغلة تانية غير التمثيل يا ما بتطلقني. شو قلت؟ لا واللاتي والعزة لن أطلقك يا أم لهب. لك أهلي بدهم البيت وما معك تستأجر، السمان بده مصاري ما معنا نعطي. لك إذا بتجيب 3 مباحث بنبشوا البيت فوقاني تحتاني ما بلاقوا شقفة لحمة فيه. ولك هلا رح تخلصي ولو متفشش فيكي. ها بالله شو اكل قتلي حشكو لك وبالاخير جاي تتفشش فيني؟ لك خزيت الفن عليك شو رجال. ولك انا رجال غصب عنك. لك دخيلك شو رجال، لك شايفك كومبرس انت. وش رايك بهالدور يا حرمه؟ اي بليك بحم على هالدور.